وينضم إلينا من القدس المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عفير جلدلمان. سيد عفير، 64 عاما وما من اتفاق سلام يحفظ حق الفلسطينيين في دولة مستقلة. نحن اعتنقنا خيار السلام ونريد أن نصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع الطرف الفلسطيني ينهي هذا الصراع الطويل والشاق، ولكن يجب أن يكون هناك شريكا فلسطينيا يعتنق نفس الخيار. ولذلك نامل أنه تبادل الرسائل الأخيرة بيننا وبين الطرف الفلسطيني سوف تمهد الطريق أمام العودة إلى التفاوض وإلى التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي بين شعبين. لكن الجانب الفلسطيني يحملكم مسؤولية فشل مسار السلام في هذه الفترة، بما أنكم تؤكدون على ضرورة العودة للمفاوضات دون شروط. نعم، نعتقد بأن وضع شروط مسبقة هو الآلية لإفشال المفاوضات من بدايتها، ولذلك لا نضع أي شروط مسبقة من طرفنا. نحن نحوس الطرف الفلسطيني إلى العودة إلى التفاوض كما تحوس الأسرة الدولية. الخطوات الأخيرة التي قمنا بها من التوقيع على اتفاق مع السجناء الفلسطينيين أمسي والبوادر التي قدمناها إلى الطرف الفلسطيني هي بغية تشجيع القيادة الفلسطينية بالعودة إلى التفاوض. لا يوجد أي خيار آخر، يعني حاولنا كل هذه الخيارات الأخرى، ولكن الخيار الوحيد الذي بقي هو التفاوض والحوار لكي نصل إلى اتفاق سلام يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل. لعلك توافقني الرأي إذا قلت لك الموافقة على المفاوضات أو الذهاب إليها بجدية. هناك فرق كبير، الجانب الفلسطيني يتهمكم بعدم الجدية بما أنكم في الوقت نفسه تدعون إلى المفاوضات وتقوم يعني النظام أو يقوم الإسرائيليون بالتهام ما تبقى من الأراضي سواء من خلال المستوطنات غير الشرعية أو من خلال جدار الفصل. أعتقد بأنه يوجد هنا صوت تفاهم، يعني المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تتعادى 1.6% من كل أراضي الضفة الغربية، ولذلك بناء بيت هنا أو هناك لا يغير أي شيء على الأرض، وهذا لا يمس بحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. الأهم هو العودة إلى التفاوض لكي نصل إلى حل في هذه القضية، وتوجد حلول لكل القضايا العالقة ابتداء من القدس وانتهاء باللاجئين. الكل موجود في إطار التفاوض، ولذلك لا بد من عودة الطرف الفلسطيني إلى التفاوض. نحن وتوصلنا إلى اتفاقيات سلام مع مصر والأردن بناء على نفس الإطار، بناء على نفس الطريقة، الحوار والتفاوض، ولذلك لا بد من وقف التضرع الفلسطيني والمماطلات وتهرب من المفاوضات. ولذلك نحن نجدد دعوتنا إلى الطرف الفلسطيني بالعودة إلى التفاوض، نستطيع أن نصل إلى اتفاق سلام وإلى دولة فلسطينية مستقلة. من القدس المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عفير جلدلمان. للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت skynewsarabia.com على جهاز الآيباد الخاص بكم. أخبار الاقتصاد هذه الساعة مع ملك. تتابعونا في الاقتصاد. موديز تواجه لطمة جديدة لمنطقة اليورو وتخفض تصنيف 26 بنكا إيطاليا.